السلام عليكم، كيف دايرين البنات؟ لاباس؟ اليوم عندنا وصفه غادي نديرو العسل منزلي. مهم، غادي نحتاجو 2 كيلو ديال السنيده، لتر د الماء، نص حامضه، و 4 العواد ديال القرفه. انا درت هادو، مهم ولا 3 كبار اللي عندكم، ونص حامضه، قرعه د الماء ديال لتر، المهم في هاي طرو، او 2 كيلو ديال السنيده. وغادي نحتاجو 1 الكوكوط. غادي نديرو السنيده، داك 2 كيلو السنيده ديالنا، هذا كيلو، ونزيد كيلو اخر، غنكب داك طرو ديال الماء. غادي ندير دوك العواد ديال القرفة، ونص حامضة، غادي نحرك. وغادي نسد على كوكوط، المهم غادي نشعل العافية بعدا. شعلت النار، ودابا غادي نسد الكوكوط وندير ليها الصفار. هانتوما سديت على الكوكوط، غادي ندير ليها العافية متوسطة، المهم سديتها مزيان ودرت ليها الصفارة. غادي ندير العافية متوسطة على النار اللي تشوفو، وغادي نخليها حتى كتبدا تصفر، ونحسب ليها 45 دقيقة ونطفي عليها، وغادي تلقاو غادي يكون العسل ديالنا واجد، وخاصكم تخليوه يبرد ان شاء الله. المهم خاص الاول حتى تصفر الكوكوط، عاد كتحسبوا لها من كتبدا كتصفر، خاصكم تبداو تحسبوا ليها 45 دقيقه، المهم 40 حتى 45 دقيقه، وكتفاو عليها. المهم كتحلوا عليها وكتشوفوها، غادي تبان لكم ولات اللون ديالها احمر، وصافي، وكتخليوها تبرد. ها هي العسل عندكم واجده. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه، وان شاء الله تجربوها. من غادي توجد العسل غادي نصورها لكم تشوفوها. ها نتوما مور ما دازت 45 دقيقه، العسل ديالنا وجد وناجح في 100%، وان شاء الله نتمنى